عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل كم بندق كم كاس تصبح وتمسي تجري كهوس التواصل مستمر والتواصل والتحدي الذي يبدأ في إشراقة هذا الصباح المتميز. شوط جديد يبدأ وأول الأشواط أول الباحثين عن شوطنا الأول للجعدان. بسم الله وعلى بركة الله دائما وأبدا نبدأ ونستعين به. يا سلام مسير مع الذيب الذيب وكشر عن نيابه الذيب مع المركز الأول هادب بن حارب بن مغير الخيلي مع المركز الأول. دير بالك نبغي السلام إلى زاخر وإلى ابن صبر يا أبو حارب الله منور الميدان مرحبا يا أبو حارب. بينما المركز الثاني شعار صاحب الشوط الأول هذا شعار الفيلسوف مع المركز الثاني ممثل أرماح الدايم الذي يأتينا مع المركز الثاني. بينما ثالث المراكز أبناء الساد أبناء الساد وغادمين مع بن شيرة حمد بن عيينة بن شيرة العامري مع المركز الثالث. رابع المراكز أشوف الجحافي غادم أيضا الله يلا يا بن الويح يلا محمد بن عبد الله الجحافي. بينما خامس المراكز ياسر بن بخيت الأخيلي حجافلي أبناء زاخر وين حجافلي أبناء زاخر وين الله كلهم محبينك كلهم محبينك يطالبونك بالسلامات يا هادف يا بن حارب يا بن مغير الله ما شاء الله يا راعي الذيب 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 مع الصدارة أبناء زاخر. السلامات إلى صبري يا أخواني السلامات إلى صبره ولكن إذا مع الجحافي كلام آخر ومع فيلسوف الأصايل يوسلوم سلام 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 زاخر سلام سلام زاخر سلام سلام صبره سلام الله مشكور يا هادف يا بن حارب يا بن مغير على هذا الحضور الرائع والجميل. المركز الثاني مع محمد بن عبد الله الجحافي المركز الثالث هناك وصول مع شاهين ومع أحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي. تهانينا وألف مبروك سلام يا هادف يا بن حارب يا بن مغير على هذا الفوز والانتصار الذي قدم لنا الذيب في شوطنا الأول للجعدان. سلام يا هادف يا بن حارب يا بن مغير على هذا الفوز.